الفونس فندم قول لي بقى الدور ده بالنسبه لك. اولا انت خلاص اتجهت السينما بقى خلاص تمثيل؟ بحاول هو على قد ما اقدر يا فندم. ده اول اول فيلم سينما بالنسبه لي. اول فيلم وانت واقف قدام كاميرا السينما حسيت انها مختلفه عن كاميرا؟ بصي هو الموضوع صراحه سهله وقوف قدام الكاميرا ايام البرنامج والناس الكتيره الحمد لله كانت بتتفرج علينا, فده سهل الموضوع بالنسبه لي. وبرده ان انا ممثل مسرح من الاول ودايما الانتراكشن مع الجمهور بيبقى اكتر ارتباكا على المسرح لان الجمهور شايفاه والرياكشن بتبقى على طول, فكنت مستريح نسبيا يعني قدام كاميرا السينما الحمد لله. بس فكره انك تمثل وسط اتنين من الشباب كل واحد من جنسيته كل واحد بيتكلم لغته, انتوا صحيح معظم الوقت كتير بتتكلموا انجليزي مع بعض, انجليزي وعربي خليط زي ما مئات الالاف من الشباب في الشرق الاوسط بيكلموا دلوقتي, زي اكيد ابن حضرتك داخل مدرسه برضو بيكلم انجليش على عربي. فحاولنا نوري التلقائيه دي والواقع ده من الشباب اللي موجود في الشرق الاوسط, يعني انه دي حاجه بتحصل.